أما هلأ سمر، أكيد وصلنا لفقرتنا الأولى. وشهد يوم الخميس الماضي الموافق 4 من تموز الحفل التعريفي لجمعية فرح للطفل المريض بالكلية ضمن القاعة الشامية في المتحف الوطني. للمزيد حول هذه الجمعية أهدافها وأهم إنجازاتها مشاريع المستقبلية أيضا على أرض الواقع، بصرنا نرحب بالدكتور بسام سعيد رئيس جمعية فرح والدكتور عدنان الخطيب أمين صندوق الجمعية. سعد صباحكم. صباحنا لليوم. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. بالبدايه خلونا نحكي عن لمحه تعريفيه عن جمعيه فرح، شو هي؟ جمعيه فرح بتهتم بالاطفال المريضين بالكليه اللي بيعانوا من مرض كلوي، قصور كلوي مزمن. هدول لهم احتياجات خاصه من ناحيه العلاج والمتابعه والتحاليل المخبريه. بنقوم احنا كجمعية فرح بمساعدة هدول الأطفال والاهتمام بشؤونهم الطبية والاجتماعية. عملنا على عدة يعني وعملنا على عدد كبير من الأطفال قمنا بمساعدتهم. يعطيكم ألف عافية. نحن ضروري نعرف التفاصيل أكثر. يعني يا دكتور اليوم من اسمها للجمعية ده هي فعلا بتمنح الفرح وبتمنح الطاقة لهؤلاء الأطفال، يعني طفل صغير مصاب بالكلية، مجرد نحن نفكر بالقصة فهي شيء محزن فعلا. خلينا نعرف شو هي الإنجازات، كيف كانت على أرض الواقع. تماما، مثل ما تفضلتي حضرتك، بالحقيقة هي الشريحة من الأطفال اللي هن عندهم أمراض كلوية مزمنة، هي شريحة لها احتياجات لا تنتهي. بالحياة زائد بالمعالجة ومسيرة طويلة ومضنية ومكلفة سواء للطفل أو لأهله وأسرته. لذلك هدول الأطفال يعني ولو أنه الدولة مشكورة أكيد بتقدم كثير من الخدمات مجانا وأحيانا بأسعار رمزية، بس ولكن احتياجاتهم متنوعة جدا. في كثير تحاليل لازم تنعمل، في كثير أحيانا عمليات جراحية، زرع كلية، غسل كلى متكرر. تماما، غسل كلى متكرر، في أدوية كثيرة غالية الثمن، تحاليل دورية، في احتياجات كثيرة بالحياة. فلذلك نحن من قبل ما نأسس هاي الجمعية بسنة 2013 لاحظنا هالموضوع وشعرنا بهالأسر. هاي في عنا 2000 طفل بسوريا مصابين بقصور كلوي مزمن. من هال2000 طفل في عنا تقريبا 100 طفل عم يعمل غسيل كلية بسوريا. لسه في عنا مجموعة ثانية من الأطفال اللي بحاجة لغسيل. كل سنة في عنا 50 حالة جديدة، وبالتالي دائما في عنا أعداد متزايدة من المرضى، هدول دائما بحاجة للرعاية. فكان هدف الجمعية إنه هدول نحنا نشوف نتلمس احتياجاتهم، نحاول نساعدهم قدر الإمكان على قد ما بنقدر نحنا. فذلك نحنا هذا كان الهدف من الحفلة التعريفي اللي عملناه من كم يوم بالمتحف هون مطرح ما لنا قاعدين بالقاعة الشامية. هدف انه نحن نوصل المعلومة لكل الفعاليات الاقتصادية بشكل اساسي، لأي جهة قد تكون مانحة، لحتى نتلقى الدعم ونقدر نحن بدورنا نكون قادرين انه ندعم. هلا الشيء اللي قدرنا نعمله خلال من وقت ما اشهرت الجمعية بسنة 2013 تحديدا ب 21 نيسان 2013، ساعدنا عدد كبير من الاطفال بإجراء عمليات زرع كلية، بعمليات اخرى غير زرع الكلية مثل عملية الناسور الشرياني الوريدي اللي بنسميها الفيستولا، اللي من خلالها بيجروا عملية الغسيل أو القساطر المركزية، إجراء تحاليل طبية، تأمين أدوية، بالإضافة لأنه بنعمل أحيانا جلسات استشارية توعوية للأطفال المصابين بالكلية وأهليهم لزيادة الوعي ودعمهم نفسيا واجتماعيا. هدول الأطفال دائما بحاجة للدعم، أحيانا بنجمعهم مع أطفال زرعوا مشان ندعمهم ونرجيهم أنه بنهاية النفق في ضوء. أكيد. في عنا نشاطات علمية كمان، سبق لجمعية فرح وعملت مؤتمرين علميين. الأول كان بالدمروز بشهر آذار 2016، والمؤتمر الثاني كان بالشيراتون بشهر شباط 2018 السنة الماضية. وآخر نشاط عملناه هو الحفل التعريفي اللي كان من كم يوم خلينا شاميه بالمتحف. اكيد خلينا نحكي عن الحفل التعريفي، كيف كان، كيف الحضور، مين اللي اجى، وخلينا نحكي شو هي التزاماتكم وتعهداتكم كجمعيه فرح. الحفل التعريفي كان يوم الخميس الماضي. تمام. حضروا عدد من الفعاليات، غرف تجاره دمشق، غرف الصناعه بدمشق، وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل بشخص تحت رعايه السيده الوزيره وبحضور معاون الوزير، حضر الأستاذ الدكتور إياد الشطي، من الفعاليات الطبية مدراء المشافي بدمشق. تخلل الموضوع كلمات
لوزارة الشؤون الاجتماعية، لدكتور بسام رئيس الجمعية، لواحد من المرضى طفل من الأطفال كان موجود وحكى عن معاناته وكيف الجمعية قامت بمساعدته وتقديم العون اللازم له. حكى كمان الأستاذ دكتور عرب. طيب خلينا نعرف أكثر شو الأهمية أو رسالة الحفل التعريفي. رسالة الحفل التعريفي هي تعريف المجتمع السوري والمجتمع الطبي عن وجود جمعية إلى أهداف اجتماعية، وهي مساعدة الطفل المريض بالكلية. ومن خلال هذا الحفل احنا بنسعى لرفد الجمعية بدعم مادي واجتماعي ومعنوي لحتى تستمر بأدائها وبعملها وتقديم العون اللازم لهالأطفال. طبعا لهالسبب احنا شاركنا الفعاليات الصناعية والتجارية والطبية، وحتى على مستوى الحكومي كان في من الوزارة وشخصيات اجتماعية اعتبارية حضرت الحفل. نعم دكتور، اليوم يعني إذا بدنا نقول عن الوسط، إن كان الموجودة في أنا أو حتى سمار أو أي حدا مثلا من الموجودين، ممكن يكون في حالات معينة مصابة، إن كان بمرض الكلية أو بحاجة لغسيل دائم أو حتى زرع وإلى آخره من أمراض الكلى، اليوم كيف بيقدروا يتواصلوا مع حضرتكم؟ شو الخدمات اللي ممكن أنتوا تقدموا لهم إياها؟ بعض الجمعيات بتقلك إنه لا، اختصاص زرع الكلية هو اختصاص الدولة، نحن بنقدر نقرب عليه إلا بموافقة حكومية أو إجراءات معينة، والبعض الآخر بيقول لا هي تكلفتها كتير عالية. فخلينا نفهم من حضرتك أكثر كيفية التواصل والخدمات اللي ممكن تقدموها. تمام. الحقيقة موضوع زرع الكلية أكيد مثل ما تفضلتي حضرتك أنه هو يجرى بمشافي حكومية، بس بالنهاية المريض مريض، يعني بالنهاية المريض لما بيكون هو بحاجة لمساعدة ممكن يطرق أي باب. وعلى فكرة يعني بحط ضوي على نقطة كتير مهمة بهالموضوع هذا، أنه حتى بالدول الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الغنية والمتقدمة، في هيئات تعنى بدعم هدول المرضى، مرضى الكلية، سواء كانوا أطفال أو كانوا كبار، فما بالك بالدول اللي هي ليست بغنية، والدول وخاصة إذا كنا عم نحكي عن طفل. يعني في فرق بين إنسان كبير بالعمر 50-60 سنة يصير معه قصور كلوي، وبين طفل يبدأ القصور كلوي معه بعمر 5 سنين. وبالتالي هدول هن بحاجة سواء أجري زرع الكلية بمشفى حكومي أو بمكان آخر، أو حتى لو أجري زرع الكلية خارج سوريا أو كذا، هدول الأطفال بحاجة لمساعدة، وخاصة أهليهم. بتشوفي هدول الأسر اللي عندهم أمراض كلية مزمنة، طبعا احنا ما بنحكي عن الامراض الحادة اللي بتجي وبتروح، يعني بنحكي عن مرض كلوي بقيان ومستمر وبيزيد، وهذا بيبقى مع الطفل مدى الحياة. نحن التواصل معنا بيتم من عدة اساليب. نحن بشكل اساسي معظم الخدمات اللي عم نقدمها لهدول المرضى من خلال تواجدنا بمشفى الكلية الجراحي قسم الاطفال. فاي حدا عنده رغبة ممكن يتوجه لقسم الاطفال بمستشفى الكلية الجراحي. نحن أمينة سر الجمعية موجودة في قسم الأطفال بمستشفى الكلية الجراحي. ممكن تواصل معنا عن طريق الهاتف، ممكن تواصل معنا عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، في عنا صفحة طبعا جمعية فرح، لجمعية فرح بالطفل المريض بالكلية. نحن الهدف بالنهاية أنه نقدر نقدم المساعدة بأي شكل كان، سواء كانت مادية بتغطية النفقات أو بتسهيل الفرص العلاجية للمريض، إرشاده، بحيث أنه نرفع عن كاهل الأهل والطفل نفسه عبء كبير. وبالحقيقة يعني أنا من خلال ممارستي أو خبرتي بأمراض الكلية عند الأطفال، هدول الأطفال بحاجة لأنه مثل ما في مثلا جمعية بسمة للسرطان تماما، وهلأ نحن جمعية فرح للطفل المريض بالكلية، وممكن يكون في كل الأمراض المزمنة. على فكرة ما هو سهل، يعني الدولة مثل ما قلت لك يعني بتساعد كتير وبتقدم أمور مجانية، بس في أمور لازم أعداد كتير كبيرة يعني. تماما. على الغسيل الكلوي مجانا، بس أحيانا في مواد تنقطع، في تحاليل مو موجودة، في أدوية يتم استيرادها من برا، في بعض العمليات في لها أجور رمزية طبعا إذا ما قرنت بالدول المجاورة بس. ولكن بالنهاية في مبلغ بده يندفع. الأسرة أحيانا بتلاقيها معطلة، يعني لما الطفل بده يروح على مركز الغسيل يغسل 3 مرات بالأسبوع، كل مرة 4 ساعات، يعني عمليا راح ننهار. سواء بالنسبة لأبوه أو لأمه أو الأسرة كلها، يعني عرفتي. فنحن هذا هو الهدف، أنه ننظر ونلحظ ونلمح هالجانب الاجتماعي النفسي المادي عند فئة مو قليلة من الأطفال. أكيد. اللي هن نحن مشانهم خلقنا ونوجدنا. هلا نحن بجوز من سوء حظنا إلى حد ما أنه خلقنا ضمن جو الحرب والأزمة وكذا، فمشان هيك نحن تأخر الحفل التعريفي تبعنا بصراحة. يعني
الحمد لله بوادر الانفراج صارت واضحة هلا، وصارت أكيد. الظروف متاحة أكثر لأنه نتواصل مع الفعاليات. تفضل عنا دكتور عدنان، مشان نحن آملين بأنه وطامحين بدعم كل هالفعاليات الاقتصادية المختلفة ونشر الوعي والتوعية لحتى كل الناس يعرفوا أنه نحن موجودين لحتى نساعد. تمام. بس نحن لحتى نكون قادرين نساعد نحن بحاجة برضو مساعدة. مساعدة. تمام. نحن بالنهاية صلة وصل، خلينا نقول يعني تمام. صلة وصل ما بين الجهات المانحة أو والمريض اللي هو الجهة المستفيدة. ونحن على فكرة بنتواصل مو بس ضمن داخل سوريا، كوننا نحن كجمعية تابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسوريا وتحديدا لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق. نحن مخولين انه نتواصل مع منظمات دولية، اي منظمة دولية ممكن تقدم مساعدة، فنحن طبعا اكيد بنرحب وبنعمل على هالشيء، لانه بالنهاية المساعدة سواء من اذا اجت من جهة محلية ولا خارجية هي على محل ترحيب اكيد. اكيد. اذا بدنا نعرف نحن مراحل تأسيس الجمعية ومين هن المؤسسين؟ مراحل التأسيس بدأت ب 2013. تمام. كانت بمبادرة من الدكتور بسام والدكتور عدنان حسامي بالمشاركة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة الدكتورة ديالة حاج عارف، الدكتور الأستاذ الدكتور إياد الشطي وزير الصحة السابق، الدكتور سعد جودة كيال، الدكتورة المدام أمال منصور والدة الطفل المريض. تمام. وأنا فكلنا عملنا اجتماع مبدئي بنقابة الأطباء وقررنا إيجاد هي الفكرة والعمل عليها، والحمد لله كان يعني الجميع مرحب وتم حصل دعم وحصلنا على الموافقات من الجهات الرسمية وتم تأسيسها وإشهارها ب 21 نيسان 2013. خلينا كمان نعرف أهمية دور الإعلام تسليط الضوء على الجمعيات، شو برأيك؟ كثير مهم. يعني انا اذا جمعيه وموجود وعندي فعاليات جاهزه وما حدا دريان فيني فهي مشكله. الاعلام له الدور الاكبر. ما احنا حفل التعريف اللي حصل يوم الخميس او الاشهار هو غايته التعريف والاعلام. نسعى احنا من خلال تواجدنا باماكن عملنا انه نعرف الناس على وجود هاي الجمعيه، ولكن دور الاعلام وهي الحلقه بالذات مهم جدا لحتى نوصل صوتنا لأكبر عدد من الناس يقوموا بالدعم، وإحنا كمان إذا حدا إله حاجة كمان عنا يقصدنا بهالشخصيات اللي ذكرتها كلها معروفة وين تواجدها ممكن التواصل معها، وأي واحد إله الصلاحية أنه يقوم بالدعم أو استلام المساعدة المطلوبة. نعم. دكتور، اليوم أشرت حضرتك إشارة أنه للأسف نحن قامت الجمعية أو تأسست ببداية الأزمة أو مع الحرب اللي نحن عم بنعيشها. اليوم كلياتنا بنعرف الحصار الاقتصادي اللي صار على سوريا بمختلف نواحي الحياة، ما في باب يمكن وما صار في حصار اقتصادي. كيف أثر هذا الشيء على الناحية إن كان الطبية، هل في معدات أدوية، يعني كصعوبات؟ طبعا. شو لقيتوا حضرتكم؟ بشكرك على هالسؤال لأنه هو بيضوي على نقطة اللي هي هون مربط شو بيقولوا الفرس، لانه من جهه زاد الحمل على المريض. يعني في كثير امور مثلا لا يخفى على احد انه انقطعت، ما كانت موجوده بشكل دائم. احتياجات الغسيل الكلوي، احيانا يضطر المريض يجيب شغلات معه من برا مع انه عم يغسل يعني مكان حكومي وكذا، يضطر يدفع من حسابه الخاص، وبالتالي زادت الاحتياجات من جهه، ومن الحصول على دعم ومساعدات صار اصعب وكذا، وبالتالي فكانت هي فترة حرجة جدا وصعبة جدا. أنا بتصور هلأ الأمور أفضل بكتير. يعني هو تحدي بالحقيقة، يعني أنك أنت تواجهي هالظروف الصعبة وفرص المساعدة محدودة وفي عليها حصار وفي عليها رقابة وكذا، بس ولكن نحن بالنهاية عم نتعامل مع جانب إنساني، هذا الشيء ما لازم يغيب عن بالنا نهائيا. نحن عم نساعد مريض بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، هذا المريض هو مواطن سوري. والأكبر من هيك طفل، يعني وطفل هذا كمان. الشيء اللي بيزيد طفل الحال. هذا الشيء مؤلم طبعا، بس ولكن نحن يعني بنفس الوقت يعني حتى ما نروح كتير نتشائم، نحن في عنا كتير زوايا مضيئة بعملنا، في كتير أطفال نحن يعني مثل ما تفضل دكتور عدنان، نحن تقصدنا أنه خلال حفل التعريفي أنه نجيب أحد الأطفال اللي هن استفادوا من جمعية فرح أو جمعية فرح ساعدتهم خلال مسيرتهم المرضية، سواء أثناء لما كان الطفل عم يعمل جلسات الغسيل او حتى بعد ما زرع الكليه.
طفل كان من محافظة القنيطرة إجا وحكى، وربما كانت الحكي اللي حكاه بأسلوبه كونه طفل يعني عمره 14 سنة ربما وصل الرسالة بشكل أفضل مني أنا كرئيس جمعية أو أي حدا تاني يعني. بالحقيقة هدول الأولاد يعني لما بيكون طفل ما عم يقدر يروح على المدرسة لأنه بيروح على الغسيل، ومرات تعبان مرات بالمستشفى، لما تغير حياته بشكل جذري وبيرجع بيزرع كلية وبيرجع لمدرسته بيرجع لأسرته بيرجع بيشوف رفقاته، والموضوع عبارة عن أنه حبتين الصبح وحبتين المساء وممكن تحاليل دورية بالشهر أو الشهرين مرة، هي نقلة نوعية كتير مهمة بحياة الطفل ونوعية الحياة. يعني نحن بالنهاية يعني نحن عم ندور عن شيء اسمه الكواليتي اوف لايف، يعني انت فرق بين نوعية هون ونوعية هون، نحن وهذا الشيء بينعكس على الأسرة كلها، يعني حتى الأم والأب والأسرة كلها بترجع للبهجة بس يطلع الطفل من هالشيء. فالموضوع فيه له جانب نفسي ومعنوي مو بس جانب طبي، ونحن هذا هو الهدف. الهدف انه نحن التعهد تبعنا كجمعية فرح انه نحن نحاول قدر الامكان نعيد البسمة لهدول لهالأوجه هاي، نعيد التفاؤل، نخلي هالأطفال هدول يشعروا انه بالنهاية في مين شايفهم، في مين حاسس فيك، انت عندك هالمشاكل انت او اهلك، وعم نحاول نساعدك ونوصلك لجزء المشوار يكون صعب ويتخلله مراحل وعمليات واوا، بس بالنهاية نحن دائما بنخليهم يتفائلوا انه بالنهاية في ضوء وبترجع على المدرسة وبترجع لحياتك وممكن تتزوج. وممكن يعني احنا في عنا امثلة، وحدة تفوقت طبعا بالجامعة بعد ما زرعت وهي عمرها 12 سنة، يعني في عنا نحن أمثلة كتير مضيئة وكتير تدعو للتفاؤل بهذا الموضوع، ونحن هذا هدفنا بالنهاية. أكيد مثل ما عم تحكي دكتور، فرح هو اسم على مسمى مثل ما بنحكي، جبتوا الفرح والابتسامة لكل المرضى. بعد ما تقدموا المساعدات للأطفال وهيك بتتابعوا معهم المرحلة اللي بعد هيك ليقدروا يندمجوا بالحياة اليومية والعادية، ولا كيف الوضع لوين بتوصل فرح؟ الحقيقة هي المرحلة طبيعية، يعني راح يتم في تواصل بين الطفل والطبيب، والطبيب طالما أو الجمعية طالما قدمت المساعدة فهي عمليا راح تستمر بالتواصل مع الطفل، وهو راح يضل متعلق لأنه أصلا له احتياجات. وبنتابع مثل ما حكينا بالبداية أنه حتى بالأمور الاجتماعية أحيانا بنتدخل وبنتابع وبنساعدهم وبنقوم في ترتيب الأمور أو السعي مع جهات أخرى لحل بعض الأزمات. كمان بحب أضيف أنه حكيتي على الحصار، الحقيقة الشركات كان لها دور كبير بتجاوز هاي الأزمة، قدروا يعملوا من بطرقهم الخاصة أنه يستوردون أو يجيبوا الأشياء والمواد اللي هي محصورة أو ممنوعة على إدخالها للبلد بطرقهم الخاصة، ولكن بحيث ما ينقطع المواطن السوري أو هالطفل من أي مادة. فكان لافت للنظر بالأزمة أنه لم يحصل انقطاع أساسي أو شيء كبير بقصة معينة، قدرت المواطن السوري والشركات الموردة للمواد على تأمين كل الحاجات، بدي أقول لك بنسبة 90% و95%، بحيث استمرت الحياة واستمرينا بعملنا وما انقطع شيء. أكيد. يعني دكتور بدنا كثير نحن نتشكركم لليوم، ناحية إنسانية فعلا كثير عظيمة، يكون في إحساس عنا مو بس فقط لمرضى السرطان، مثل ما تفضل دكتور وحكيت في كثير من الأمراض المزمنة تتمنى نحن دائما يتسلط الضوء عليها تاخذ حقها هدول الأطفال يعيشوا، أطفال سوريا بيلبق لهم الحياة. أكيد بدنا نتشكر وجودكم معنا لليوم، ومنحب نقول لأي شخص أو أي عائلة سورية عندها طفل عنده مشكلة بأمراض الكلية يتوجه مثل ما قلنا لمشفى الأطفال قسم الكلية، يتواصل مع حضرتكم أكيد رح يلاقوا، رح تلبوا النداء ورح يلاقوا فعلا ضالتهم. بدنا نشكركم كثير اليوم، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك، شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه، وشكرا كثير لكم، نتمنى لكم التوفيق اكيد. شكرا.